الإخوة السلام عليكم. بارطاجيو معكم واحد الفيديو بالنسبة للابوات تاع الغولف من سيري 1 سيري 2 سيري 3 سيري 4 جيتا باسات. لا بليبار تاع غولف عندنا واحد المشكل كنلقاوه في لابوات فيتاس، بعد أوقات كنتلاقاوها هنايا غير الزيوتات، وكتهبط لنا الزيت من هنايا مراكلوش كتهبط لنا لتحت. كما كتلاحظوا هيا عندنا هنايا واحد الاريدويل، هيا نقربوها باش تشوفوها. شفتوها؟ عندنا هنا اريدويل. هاد الاريدويل بعد الاوقات كتموت، هاهوما كي كتلاحظوا غادي نخرجوا لها اللاكس تاعها. هاد اللاكس كيكون اغلبيه مام كايري كيلي لومبرياج، كتكون قال عجك على لومبرياج كيكون بحال هاك. اين فوا كتوضع اللومبرياج كيخرج لنا هاد اللاكس هاك. الزيت تاع لابواط راه عندنا لداخل في لابواط، مي بعد الاوقات كتموت لنا هاد الاريدويل كتبقى تخرج لنا الزيت. يعني هاد الديفوق عندنا عده مرات نحلو السياره تاعنا وكنتلاقاو هاد الاريدويل ميته، يعني هاد لي زاريدويل ميم كتتباع في لا ميزون حتى ما لقيناهاش. حنا عندنا هنايا بالنسبه للبلاد تاعنا عندنا هاد لي زاريدويل، كان اللي يبيع غير لي زاريدويل، وعامه البلدان راه كاين هاد الامر هذا، كان اللي يبيعوا غير لي زاريدويل، مختصين غير في لي زاريدويل، يعني من ماشي دوريجين نجيبوا لها اريدويل اخرى ونركبوها لها. هاد الامر غير بغينا نشرحوه وصافي. حنا لقينا عندنا الديفو هنايا في هاد لاريدويل، اللي هادي كانت سميتها اللي على برا، هادي ساهله، اولا واحد لاريدويل كتكون عندنا هنايا عاوتاكين، هادوك ساهلين، مي هادي كنقلعوا عليها لابواط، هاد لاريدويل كنقلعوا عليها لابواط، وبعد الاوقات كان اللي يغلط، كيتلاقى جوج اريدويلات نتاع الموتور ونتاع لابواط. يعني الانسان كيقلع لابواط نتاعو يفيريفي هادي مليح، باش الا كانت عيانه ما يعاودش الخدمه. هنا عندنا واحد لاريدويل اللي عنده مشكل انه كتنقص له الزيت تاع لابواط وما كيتلاقاش ديفو، يعني ما كتشوفهاش تسيل من هنايا ولا تسيل من الكاردا او تاكل من هنا، ما كيتلاقاش ديفو الزيت ما كيلقاهاش هنايا، وكيشوف الزيت تاع لابواط كتنقص له او لا ميكانيسيان كيفيريفي كيحس بها باللي الزيت جديده، يعني تاع لابواط المشكل ما كانش في لاريدويل، يعني يكون عارف باللي عنده هاد لاريدويل دخلانيه. يعني معلومه بسيطه، والسلام عليكم ورحمه الله.